السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي، عودة أخرى مع أم فد وفيديو جديد. إن شاء الله غنحاول ونخدمه بدك الشيء اللي كاين في الدار، الورقة ندبر عليها من الدار، الدجاج دائما كيكون متوفر في جميع البيوت، وغنشوفوا إن شاء الله قنينطات، تشوفوا لاستوس كيفاش إن شاء الله غنخدموهم. أخواتي هنا عندي كاس ديال الماء ومقيطة زيت العود فوق منه شفتوها، ونفس القياس ديال الماء غنعبروا به الطحين، مليحه كاس ديال العنبه، كاس الماء وكاس الطحين قد مقيطه زيت العود مليحه. غنطحنوا الخليط، اللي ما عندهاش تخلط غير بيديها ماشي مشكل، بلا ما ترتحوها بلا ما حتى شي حاجه، حنا غادي غير ديبانيو. كديروا كويسرينه فيها شويه الماء وما تكتروش ديك الماء، كناخذوا بانسو كندوزوا حتى كتسخن لنا المقيله، ما تكون ما تتلصقش. ندهنوا بانسو بحال هكا. انا اخواتي اتوجه والفيديو ديالي للمبتدئات ماشي لي بروفيسيونيل، كاين اللي ما عمرها مسكينه ما صوبت الورقه في البيت او شدات حتى البانسو. اخواتي ما تكثروش الماء في الكاسرونه باش ما كيفادش ديك الماء وسخ لكم البوطه. ملي كنحسوا بها بدات كتنشف من الاطراف كنبقاو نحركوا بها بيدينا وكنحيدوها حتى كنحسوا بها نشفات، ومن بعد اخواتي كنقلعوها كتحيد بسهولة جدا. كنحطوها وسط واحد المنيدل وكنغطيو عليها، اللي بغى يدهنها بالزيت يدهنها، اللي ما بغاش يفرق ما بين كل وحده بالبابي كويسون. عاوتاني كنعاود نفس العمليه. البنات شتوني ما دايرهاش الماء بزاف في الكاسرونه لان كيفيض الماء، الكاسرونه صغيره ممكن ديرو في مقيلات كبار. اخواتي غنديبانيو اليوم باي حاجه موجوده عندنا في البيت، غنديرو دي سيغار بالدجاج والحبق وليزيبينار، لداد بزاف، بريوات، قنينطات، وممكن الحشوه باش غنخدمو اخواتي اليوم ديروها حتى في دي كريب. الكريب سبق لي وخدمت معاكم دي كريب ديال المالح، اي حاجه ديال لي كريب بلاصوص بلونش ولا بالبيشاميل كتجي في لي كريب غزاله. صافي البنات كنعاود العمليه ونبقى نبقى حتى كتر نكمل الكميه اللي عندي. درت لكم غير كاس انا الاوراق ديال البسطيله البنات عندي، لكن ما غنخدمش لكم بها، غنخدم بهذه اللي حضرت قدامكم باش تعرفوا ان عمليه حتى هي كتصلح لماله، ما كتشبهش ديال الورقه اللي كناخذوا، ولكن عمليه وكديباني. اللي بغى يديباني غير ياخذ هذه البنات. هذا السديه ديال الدجاج سلقته في وريقة موسى وجوج عويدات القرنفل، واحد البصيله خضريه ضريس ديال الثومه البنات، ومليحه، وسديت عليه منين طاب صفيته، وغنصوب به لا بيشاميل. اللي عندي فيها معلقه ديال الزبده، معلقه ديال الفورس، وغادي ان شاء الله نصوبها بهذيك الميه مع واحد الربع ديال الحليب، ديك الماء اللي شاطليه من الدجاج. الدجاج كنحاول نطيبو يعني ونخلي الماء مكترش به الماء باش يطيب ويبقى ليا ديك النكهه ديال الدجاج. كنخلط الزبده مع الطحين، ملي ما بغاتش الطحين دير مايزينا. من بعد اخواتي غادي نكب الماء اللي سلقت فيه الدجاج او مرق الدجاج، هو مرق الدجاج، مرق الدجاج ما كنكبش منه بزاف حتى نكب الكميه ديال الحليب، بلا خصني عاد كنزيد من مرق الدجاج البنات. وهنا كندير غير سميتو ندير مليحه، لا بلوتو ندير بزيره لان عندي المرق الدجاج مالح، كندير بزيره. اللي بغات تزيد فلفله حمراء، اللي بغات تزيد نيوره، اللي كل وحده وشنو بغات تزيد في لاصوص بيشاميل ديالها. اللي مهم هو هذيك المرق الدجاج كيلددها بشكل رهيب. صافي كنبقى نحرك في الحشوه ديالي البنات حتى كتعقد لي لاصوص ديالي. ممكن اللي بغات تزيد اصفر البيضه كترجعها صوص مغني دائما، لا صوص بيشاميل ملي كتزيدو معاه اصفر بيض الاصفر البيض كتولي مغني. والفخوماج هنا ما غنديرش الفخوماج، غندير غير بعد اخواتي هاد المقيله درت فيها واحد تقريبا واحد ديرو 100 غرام ديال لي بوس دي بينار ولا لي زيبينار، واحد شي 8 الوريقات ديال الحبق يكون خضر، معلقه ديال الزبده، جوج دريسات ديال الثومه او دريس ديال الثومه، كنحركو حتى كيدبان ليه الحبق.
ولي زيبيناغ، وكنزيد عليهم الدجاج ديالي. ومن بعد البنات غنزيد لابيشاميل اللي صوبت حداكم. وهنا عندي فلفله حمراء والنيوره بلوتو النيوره والبزار، الفلفل الاسود والملحه. كنحرك بهاد الكيفيه وكنكب لابيشاميل ديالي باش كن لدد هاد الحشوه. يصدقوني البنات راه بنينه بزاف، يعني جربوها في الكريب اللي كنت سبق خدمت معكم وجربوا النتيجه غتجيكم رائعه. هنا ما تحتاجوش البنات تقويو في لي زيبيس، الا قويتوا لي زيبيس غتخرجوا على ديك لاغيير غو اللي بغينا ديال الحبق ولا زيبينا. دائما لي زيبينا كيتواتاو مع الحبق بواحد الشكل رهيب. كنحرك هكذا البنات حتى كتنشف ليا وكيديك المرق داك الدجاج كيتشرب ليا داكشي. كنزيد نص كاس العنبه ديال الذره المعلبه، وكنزيد تقريبا واحد 40 غرام ديال الفرماج حمر او اي نوع د فرماج بغيتو. نوريتكم فقط الورقه، شوفوا كيفاش دايره. صافي كنكمل بهاد الكيفيه البنات. ما كنكثرش الحشوه بزاف حتى نصوب دي سيجار غير صغول. انا وريتكم غير اون ديمونستراسيون، زعما وريتكم الشكل ديال طويان بشكل صغير دي سيجار صغير، واللي ممكن ديروهم بريوات اللي بغيتو. كانت عندكم قيله مكبر من هذه ديروا مقيله كبيره. هنا ما غنحتاجش نسدهم بالبيض البنات، لانني غندير لهم لابانور بابيض البيض والنخاله. دوزتهم في ابيض البيض البنات والنخاله، دهنتهم بالبانسون وهنا قليتهم. كما كتشوفوا البنات غنقليهم. النخاله البنات كتجي في لابانور زوينه، اللي شيطه عليه النخاله ولا اللي عنده النخاله متوفره موجوده في البيت بلا ما تبقي تقلبي على الخبز المحمص، حيت كنعكزو نمشيو نشدوه ونحكوه ونخشيو في الفران. النخاله قاضيه الشغل وقاضيه الغرض. كنتمنى البنات على ان لا سميتو لي سيغار ديال اليوم ينالوا الاعجاب ديالكم، يكونوا اقتصاديين. درنا غير طريف تاع الدجاج وتبارك الله ما كترناش من لي زيبيناغ. الشكل النهائي البنات كيجي وقنطاط ديال النخاله والحبق ولي زيبيناغ، روعه. كنتمنى ان لا فيديو تعجبكم، تسنى لا فيديو الجايه اللي اكثر من رائعه. كنتمنى انني انكم لا فيديو ديالي تلقاكم في اتم الصحه والسعاده ان شاء الله، ويدخلوا عليكم رمضان وانتم اش غنقول لكم ايمانكم ان شاء الله قوي، ونطلب الله سبحانه وتعالى يرفع علينا هذا البلاء. كنشكر كاع الاخوات اللي كيخليو دي كومونتير لا في الانستغرام ولا في القناه ديالي على اليوتيوب. شكرا لكم البنات، الله يجازيكم بخير ودمتم في رعاية الله أخواتي. إلى لا بروشين فيديو بحول الله تعالى.